صباح الخير على حضراتكم. النهارده جمعه جديده وحلقه جديده من برنامج ميديا زوم. معلش غبنا عليكم الاسبوع اللي فات، لكن رجعنا لكم بحلقه قويه باذن الله. وزي ما نقول كده الحلقه جايه في وقتها، بس الاول نصبح على شيماء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا سحر، صباح الخير على كل ساده مشاهدين برنامجنا الجمال، واللي دلوقتي ربنا يعينهم في الفتره العصيبه، امتحانات بقى والناس كلها ايه، والامهات بالذات هتشد شعرها، بس يعني ان شاء الله يمكن بعد حلقتنا النهارده يغيروا رايهم. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم عن الامتحانات والاستعداد للامتحانات وكل اللي بيحصل لنا طبعا كاولياء امور وكاولاد. بس النهارده هيكون معانا ضيفه هتقول لنا ازاي اولادنا يستعدوا، وكمان احنا كمان قبلهم نستعد. معانا هتقدم لنا شيماء. معانا مين؟ طيب احنا دلوقتي طبعا معانا اللايف كوتش الجميله استاذه تهاني اللبودي، هتنورنا النهارده وهتقول لنا شويه نصايح كده حلوه قوي في تهيئه الام لاولادها، وكمان جديد تهيئه الام لنفسها قبل ما تقعد كده وتقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا نبدا المعركه، قصدي المذاكره. اهلا بضيفتنا، نرحب بيها استاذه تهاني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه تهاني، منورانا. ربنا يخليكي. طيب يا ريت حضرتك تقول لنا ليه الام فعلا محتاجه ان هي قبل ما تهيئ ابنها للمذاكره هي محتاجه تهيئ نفسها بشكل يعني من جوه كده، اللي هو من الاخر كده تعمل كده يعني تمارين روحيه تقريبا عشان تبقى مهيئه ان هي تستقبل او تدخل المعركه زي ما قلنا كده من شويه بكل ايه هدوء وصبر. يعني بصي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا يعني كلنا اذا عملنا حاجه واحنا مبسوطين بتطلع احسن حاجه في الدنيا. عملتي اكله وانت مبسوطه بتطلع احلى حاجه. عملتي اي حاجه بتطلع حلوه. فتخيلي حضرتك وهي داخله على المذاكره وهي نفسيتها مرتاحه ومهيئه بس مش مبسوطه. ما حدش بيبقى مبسوط الحقيقه. لا لا لا، عندنا لازم يكون عندنا نظره ايجابيه ولازم يكون عندنا دافعيه. يعني احنا اي حاجه محتاجين نعملها يكون عندنا حافز. انا لازم احط قدام عيني ان ابني ده ان شاء الله قدامي هيكبر وهيبقى حد ناجح جدا، وانا هكون سبب في انه يكون شخصيه ناجحه في المجتمع. عندي هدف اني اخليه ان شاء الله ينفع المجتمع، عايزه اخليه شخص يعني الناس تستفيد من علمه. لازم يكون ليا هدف وحاطه قدام عيني. حضرتك احنا كلنا متاكدين ان كان اعداد الطفل كانه قائد ده من البدايه. اعداد الطفل القائد ده من البدايه، وبدايته من الام. فاذا هي صحيت من النوم ومستعده وعارفه احنا النهارده ان شاء الله هنستعد للمذاكره، عندنا امتحان بكره، كل حاجه هتكون سهله ان شاء الله، ابني هيكون ان شاء الله بيساعدني، انا ان شاء الله هنجز معاه كويس جدا وهنستمتع بوقتنا قبل ما نعمل اي حاجه. احنا هنستمتع بوقتنا. الدراسه مش اخر الدنيا ومش هي الفيصل في حياتنا، في حاجات تانيه ايجابيه بتطلع من عندها هي الاول. طبعا طبعا. وتهيئه نفسها مبدئيا هي من البدايه يكون عندها حافز عشان تقوم من النوم. يعني انا لما بقوم من النوم يكون عندي حافز ان في حاجه كويسه هتحصل. يعني تخيلي حضرتك لما تقومي وانت مش قادره اساسا، مش عايزه اصحى، طب يعني من البدايه كسلانه بقى وزهقانه من اللي ورايا وكل الحاجات دي. فلازم احط لنفسي اهداف محدده، وكمان احط لنفسي حافز واكون حاطه لنفسي مكافاه بعد ما هنخلص اللي هنجزه. هيكون في مكافاه ليا ومكافاه لابني. نظام المكافاه في نهايه العمل دي حاجه مهمه جدا. تمام. طب ايه بقى الجمل اللي انا اقولها لنفسي احفز بيها نفسي انا الاول عشان اقدر استحمل اللي هيحصل لي بعد كده؟ يعني ايه الحاجات الايجابيه اللي انا احفز بيها نفسي؟ زي ما قلت لحضرتك، انا من البدايه لازم احط قدام عيني ان ان شاء الله اليوم هيبقى سهل. وان شاء الله الامتحانات هتيجي سهله، ابني ان شاء الله هيحقق، انا بعده عشان يكون شخص كويس. اهم حاجه انا بحب ابني في كل حالاته. مفيش داعي ان انا اتعصب عليه، ومفيش داعي ان انا اهينه، ومفيش داعي ان انا انقل له طاقه سلبيه. في عندنا قانون الجذب، اللي انت بتصدريه هو فعليا اللي بيتنقل لابنك، وهو كمان بيصدر لك المشاعر. يعني ما حسسوش ان انت لو ما ذاكرتش او ما نجحتش انا او كان اكرهك، او ممكن شعوري يتحول من ناحيتك. انا عايزه اقول لك ان معظم الاطفال في السن الصغير هدفهم من النجاح ايه؟ والتفوق، عشان ماما تبقى مبسوطه. عشان يرضوا. يرضوا. لا، عشان ماما تبقى مبسوطه. فتخيلي هو بيشتغل اصلا عشان عارف ان ماما هتزعل لو ما جبتش. لا حبيبي، انت ابني في كل الحالات. انا مش هزعل، لازم يكون عندي الرضا، وده بدايه برضو يعني رضايا انا عن الحال اللي انا فيها ونظرتي للنعم اللي حواليا. ابني الحمد لله بصحته. ابني معايا. ابني الحمد لله عنده مواهب كتيره. يبقى معنى كده كلام حضرتك دلوقتي بيوضح لما قلنا من شويه ان انا اكون كأم حاطه هدف. هدفي ان ابني يطلع حاجه كويسه، لكن مش هحدد بقى عشان في ناس بتفهمه غلط. لا لا، اللي هو انا عايزاك دكتور، فيلا ركز كده، انا بضغط عليه، انا ممكن اصلا اكرهه، او لا عايزاك تلعب لعبه معينه، رياضه معينه، فانت وبيروح
بيروح متضرر في اللعبه ويروح بالعافيه. طب هو فين الاستمتاع بالظبط؟ وبعدين لما هيستمتع هيديكي يعني انت متخيله لما يكون بيحب هيدي احسن حاجه عنده عشان لكن فعلا بتفهم الموضوع ده هيتفوق في الحاجه. هو مش كل واحد بيوصل لو عايز يكون سعيد على فكره. السعاده دي معنى الاستمتاع كمان وذكرياتك. يا ريت يبقى لينا ذكريات حلوه مع اولادنا. تمام يعني حتى في وقت المذاكره احنا كده قلنا كده ان الام تقعد كده تحفز نفسها بجمل ايجابيه. أيوة. تمام وان هي تحدث نفسها ان انا ابني ده انا بحبه كل الاحوال ويعني اهم حاجه يكون سعيد. لما تصحيه بابتسامه ودلع فتخيلي غير بقى يلا قوم هو عندك كذا وكذا وكذا طب تهيئه بقى هو ازاي في المطلق مش يعني مش قبل الدراسه بس او قبل المذاكره بس لا يعني في العموم التهيئه بتبدا ازاي؟ التهيئه بالحافز. لازم يبقى كل حاجه ليها حافز يعني انت ان شاء الله لو بيحب الرياضه دي بصي اصل يعني احنا لازم نكون عارفين انه هو اذا استمتع نحطها مبدا اذا استمتع بالحاجه هيعمل احسن حاجه عنده. صح. فانا لازم ابقى عارفه ابني ايه اللي بيخليه يبقى مبسوط واحط له حافز. حطيت له حافز انت ان شاء الله بعد ما تخلص مذاكره ان شاء الله هيكون كذا وهيكون كذا. كل ام عارفه ابنها وعارفه طبيعته تعرف تتعامل معاه. هي عارفه يعني مدخله ايه الحاجات اللي بيحبها تركز عليها وزي ما بيقول كده تغري بيها انت لو نجح يعني بنقول ان هو لازم يكون في كده حافز تشجعه بيه. طب ايه العوامل بقى ايه العوامل اللي بتساعد الام ان هي توصل زي ما بيقولوا كده النتيجه المرجوه؟ هل يعني ده ليه علاقه مثلا بتخطيط مثلا حابين نحط جدول مع بعض او يعني طبعا. كل حياتنا كلها مبنيه على التخطيط. تمام. وما ينفعش العشوائيه. ما ينفعش اقوم الصبح اقول انا هعمل ايه النهارده، لا ما ينفعش. لازم اكون محدده يعني يمكن من بالليل الافضل اكون مرتبه والورقه وقلم ما سيبهاش وعلم ابني انه دايما يكون معاه ورقه وقلم ويكتب نوتس انا بكره عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. وفي خطط قصيره المدى وخطط طويله المدى يعني انا النهارده هنجز كذا لكن على مدى الاسبوع هنجز كذا فتفرق كتير. فانا لازم لما اقوم الصبح ابقى عارفه انا هعمل ايه لاني انا كل ما بنجز وابدا بالمهام الصغيره عشان احس بالانجاز. يعني ابني ما اروحش اديله ماده كبيره جدا ودرس صعب ابدا بتقفله يعني بتقفله من الباقي لكن لو اديته حاجه سهله وحاجه بسيطه ومحدده ونعمل عليها علامه صح هيحس ان هو انجز وهيتشجع ان هو يعمل اللي بعده ونعمل بريك مش هنكمل بقى. لازم يكون في برضو فاصل في متعه وفاصل في تنشيط. مفيش حاجه اصلا مفيش حد يقعد 3 4 ساعات متواصل. ده حقيقي. كمان اختار الوقت اللي انا بذاكر فيه. ما يكونش جعان، ما يكونش حران، ما يكونش عايز ينام. ما يكونش دماغه مشغوله بحاجه تانية. هو دي نعملها ازاي؟ ده دماغهم دلوقتي مشغوله على طول مشتته. انا لازم اهيئه. هو دلوقتي مشغول بيه عايز يلعب. اكيد. طيب خلاص انت ممكن تلعب 10 دقايق بس اعمل حسابك بعد 10 دقايق هنعمل كذا. فانت نفسيا هو عارف ان انا قدامي 10 دقايق وهعمل كذا. ودي بتيجي بالتدريب. عايزه اقول كل حاجه بتيجي بالتدريب. ما هو انت مش هتيجي عند سن 16 سنه تبتدي تعودي. بيبقى خلاص اتعود. هو كل حاجه متاحه يعني تعديل السلوك متاح لحد نهايه العمر ان احنا نعدل سلوكياتنا. بس انا بتكلم دلوقتي عن الصغيرين اللي احنا بنخطط لهم ما زلنا، لكن الكبار لما يتعودوا على التخطيط هم هيخططوا لنفسهم. طيب ايه حضرتك بتنصحي بايه يعني الايام دي عشان احنا داخلين على امتحانات؟ الهدوء. يعني بلاش نشدهم. لا احنا نبقى كده ريلاكس كده وهادين هو ببساطه انا لازم اسال نفسي هي الدراسه نهايه الحياه؟ لا اكيد لا طبعا. وببساطه برضو هو ابني بس هو الدراسه لازم يكون متفوق فيها؟ لا مش بالضروره. بس هم ساعات بيفهموا الهدوء الام وعدم ضغطها عليهم ان هي بايعه القضيه. لا عايزه تقولي كده بيسوقوا فيها. لا يعني بيتمادوا في اللي بيعملوه او مش بيهتموا. انا اولا هدوئي هيكون معاه حزم. هو مش معنى ان انا بقول لك الدراسه مش مهمه ان انت تتراخى، لكن انا يعني راضيه بامكانياتك. يعني انا مقدره مش اصلا مش هقول له الكلام لفظيا، انا مقدره امكانياتك ان انت ضعيف. لا ثانيه، مفيش حاجه كده. قلتي يعني انا هقول له الدراسه مش مهمه ولا اقول له بالعكس اقول له ان الدراسه مهمه بس افهمه اهميتها واسيبه هو يحدد ويقرر. مش لفظيا بقول مش لفظيا مش احنا بنقول لا طبعا في التعامل في التعامل وفي الافعال. هو اصلا انت بتصدري افعال مش كلام، ان الاطفال مش هيفهموا الكلام حرفيا ولا قصدك منه. هم عايزين كلام مباشر ومحدد وفي نفس الوقت اوصل لهم مشاعري. يعني مشاعري الايجابيه توصل له. توصيل المشاعر. المشاعر دي ليها دخل بقى في ان احنا نوجه ولادنا كل حاجه. طبعا 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 طبعا. يعني لازم ندي لمشاعرنا يعني مساحه كبيره مع ولادنا. احنا دلوقتي زي ما هم محتاجين للحضن احنا محتاجين وبنشحن طاقتنا بحضن ولادنا.
بنشحن طاقتنا بتبادل الود بينهم. ولازم اكرر لابني انا بحبك، يكون عنده ثقه ان انا بحبه ويكون عارف ان انا بحبه في كل الحالات حتى لو غلط انا يعني، واشجعه لما يعمل حاجه كويسه، انا حبيتك قوي لما كنت النهارده بتعمل حاجه كذا. لازم اديله دافعيه عشان يبقى عنده ثقه في نفسه ويقدر يكمل، ثقه في نفسه وثقه في حبي ليه. ويعني بنتبادل، عارفه عايزه اقول لك شحن البطاريه، شحن احنا بنشحن من بعض هو وانا محتاجين لبعض. ناخد الوقت ده قبل ما الوقت ياخدنا وهم يكبروا ما يبقاش عندهم وقت يعني نحسسهم. هو فعلا الكلام الحلو من الولاد كمان بيشحن الاهل، يعني بيشحن الام بالذات. تخيلي لما بتعملي حاجه ويقول لك شكرا ولا يبوسك على خدك، يعني بتعمل ايه؟ فما بالك برضو بالعكس وانت بقى مصدر العطاء ده كله. فتخيلي اللمسه بتاعتك بتفرق معاه ازاي في كل حاجه. يعني ده بقى يودينا في حته تانية كمان، الاخطاء بقى، يعني الاخطاء اللي الام ممكن تعملها تجيب نتيجه عكسيه للاسف. يعني للأسف ممكن تبقى في حاجات بسيطه خالص احنا بنقع فيها من غير ما يعني ناخد بالنا، فما نعرفش ان قد ايه يعني عواقبها كارثيه. طيب هنرجع تاني بقى، ايه لو الام متهيئه كويس مش هتغلط الاخطاء دي اصلا. اللي هي زي ايه اصلا يعني؟ خلينا برضو نتجنبها شويه. انا لسه مذاكره لك الدرس ده وانت ما فهمتوش برضو، بتحسسيه ان هو ما فيش فايده منك، هو انت عمرك ما هتفهم. هو اللي هي الجمل بقى ايه اللي هي السلبيه، بصدر لابني جمل سلبيه وبالتالي يعني جمل، بس هي جمل ونظرات مرعبه يعني، احنا بنبقى خلاص عايزين ناكلهم كده. وفي حاجات تانية كمان الاسلحه في اسلحه حاجات بتطير. لا بس عايزه اقول لك ان كل الجمل السلبيه دي تاثيرها يعني اعلى بكتير جدا على نفسيه الطفل، وبتوديه في حته ثانيه، كيرفه بينزل خالص، لان هو صدى اللي انت بتقوليه ده على فكره بيتردد بقى في ذهنه وفي عقله، بيصدق يعني، هو بيصدق خلاص حتى لو هو مش كده بيصدق نفسه. لكن دايما عالج بقى الاخطاء. نعالج الاخطاء ازاي؟ دايما ندي جمل ايجابيه. انت كويس، انت شاطر، انت ذكي، انت بتفهم، انت انجزت، انت ممتاز، اشحن اشحن. تمام. فالاخطاء اللي الام تقع فيها منها ايه؟ ليه بقى؟ اصل هي متعصبه ومتضايقه ومخنوقه. فهتعمل ايه؟ هي برضو بصي الام غصب عنها عندها ضغوط كتيره جدا. صح. اذا كانت بتشتغل مثلا بره البيت وفي البيت اعباء اكتر وكل ده وراها مدرسه. عايزه اقول برضو ان التعليم عن بعد دلوقتي خلى دور الام يعني قللوا اكتر. طبعا احنا استبدلنا المدرسه بالبيت، هي اللي بقت مراقبه وهي اللي يعني بتحاول تنظم له يعني، هي اللي بتشد وتجر وتقعد قدام الشاشه عشان بس برضو لازم لما يقعد قدام الشاشه يكون هو عنده الاحساس ان هي دي المدرسه. يعني ما ينفعش يقعد بالبيجاما ويقعد على السرير عشان يعيش عشان الجو بتاع المذاكره بالظبط، عشان هو ذهنيا ينتبه ان هو بيدرس. لكن حضرتك بقى ايه، بيبقوا قاعدين على السرير لا ما ينفعش. لازم هي اصل الدراسه عن بعد دي بقى نقطه برضو، احنا خلاص يعني هنا اصبحنا بنبلور دور البيت بدل دور المدرسه للاسف. وده طبعا حاجه بس الظروف اجبرتنا، بس لازم يعني نعمل الدور صح. مش بس المعلم عليه ان هو ينتبه للطفل، لا الام كمان لازم تساعد المعلم ان هو ابني منتبه قاعد وهو عارف ان ده درس كانه في المدرسه. فطبعا دي حاجات مهمه جدا خصوصا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي. طب في تمارين يعني بيقوم بيها الطفل علشان تساعده في المذاكره، تمارين عقليه او يعني بشكل عملي غير الجمل اللي انا بقولها له؟ طبعا في تمارين ذهنيه، في فيديو هيتعرض معانا دلوقتي، في تمارين رياضيه. التمارين الرياضيه غير التمارين الذهنيه كمان، يعني في تمارين رياضيه تساعد الطفل على النشاط الذهني، بالاضافه ان في عندنا تمارين ذهنيه نقدر نعملها ونقدر نعملها في وسط المذاكره كمان. احنا معانا فيديو كده هنشوفه وهنعرضه عشان نشوف عملي، نشوف التمارين الذهنيه اللي ممكن نعملها كانعاش للذاكره او للاطفال. معانا زي ما انتم شايفين هي تمارين بسيطه وهي كل الحكايه ان هي بتعتمد على الحركه، لان احنا عندنا الفصين في المخ الايمن والايسر، وبنعمل عمليه ربط بالحركات دي وبننشط العقد في المخ. اللي بيحصل انا ملاحظه ان حركه كل ايد مختلفه عن الثانيه. تمام. وبيعكس الحركه بعد كده وبعدين بيرجع يكررها. هي مجرد حركات بسيطه، هي محتاجه تكرار ومحتاجين ان احنا نشوف الحاجات دي. التمارين دي لاي سن ولا لاي سن داخل على مذاكره او داخل على الامتحانات؟ لاي سن. انا اعتقد احنا لنفسنا والكبار مش عارفه نعملها ازاي اصلا. وللكبار كمان. انا عايزه اقول لك الحاجات دي مفيده بشكل عام. هو دي بسيطه لانها للاطفال، يعني في حاجات اصعب من كده، في السكواتس وفي اللي هو القرفصاء وفي يعني في حاجات ثانيه، بس احنا بنقول دي اسهل يعني. دي ابسط حاجه للسن الصغير وممتع، يعني تحس ان هو لو شغلتيه معاها
حاجة بيحبها هيعملها باستمتاع. هيعملها باستمتاع زي ما انت شايفة. تمام. طيب احنا كمان ممكن يعني بس معلش الملحوظة التمارين دي ممكن برضو اعملها في النص المذاكره لو انا حابه ان انا انعشه صح كده مش مجرد ان انا هقول لك بس حاجه لو هو فصل ممكن مني لو فصل مني بقى ممكن نعمل التمارين الذهنيه اللي هي كانها العاب يعني اللي هي زي يعني الاسترتشات كده يعني ولا ايه تقصدي بالجسم لا انا اقصد بالذهن العاب ذهنيه العاب ذهنيه يعني مثلا لو هو طفل صغير مثلا هبتدي اعد من 1 ل 10 واوقع رقم في النص واقول له ايه الرقم اللي انا وقعته هو لازم يبقى عنده ملاحظه طيب فاكرين لعبه زمان ولد بنت اللعبه دي على فكره جميله جدا بتنشط وانا العبها معاه في 10 دقايق يلا نلعب في مثلا بكتب اللون دي برده جميله جدا للكبار الصغيرين اكتب مثلا ازرق واعمله بلون احمر واكتب اصفر واعمله بالالوان يعني بالالوان واخليه يقرا الالوان مش يقرا اللي مكتوب يعني الازرق باللون الاحمر يقول احمر مش ازرق هي مكتوبه ازرق بس هو بس هي معموله احمر بس اللون اللي محطوط احمر فيقول احمر ابيض يغير بالالوان مش يقرا فهينشط ذهنه مش هيبقى عينه شايفه حاجه بس هو ذهنه بيفكر في اللون كمان ممكن كمان نعمل الالغاز والفروق وممكن مثلا الكلمه وعكسها يلا نلعب الكلمه وعكسها انا اقول قريب قول بعيد واسرع يعني كل الحاجات دي بتنشط له الذاكره وتخرجه عن مود المذاكره كتير في العاب دي امثله بس يعني يمكن في العاب ذهنيه كتير يعني احنا بنعمل كورسات عن التمارين الذهنيه بس لكن مش لما يحب يريح او يفصل عن المذاكره يتفرج على حاجه في التلفزيون او يلعب جيم دي ممكن تيجي بنتيجه عكسيه هو احنا اسوا حاجه في حياتنا بصراحه الحاجات الالكترونيه ويعني انا بقعد يعني انا عايزه انشط الذاكره مش انقلها في حته تانية اخليها كده هتفصلها خالص يعني كده هيبعد خالص عن لا يا ريت ندخل الحاجات دي يعني دي افضل نتيجتها احسن وبتدينا نتائج على المدى كمان البعيد يعني هو كمان ذهنيا يعني ناس كتير بتعاني من النسيان وهي في سن صغير لانها ما بتعملش تمارين ذهنيه الناس مستهونه بالكلمات المتقاطعه والسودوك والحاجات دي الحاجات دي ممتازه للكبار لا ده احنا نركز بقى نروح نقعد نلعب نلعب احنا وعيالنا وهي العاب سهله وممتعه وبتعمل ذكريات هو بما ان طبعا يعني احنا يعتبر في اجازه برضو او يعني اجازه لبعض الناس وامتحانات لبعض الناس وهنبتدي اجازه تانية طالعين من اجازه وداخلين حقيقه اجازه كلها. عايزين نبعد يعني اولادنا شويه عن فكره مسك الموبايلات والحاجات دي كلها احنا عايزين يعني نشوف ايه التمارين برضو او بعض الانشطه اللي نخليهم كمان مش بس نستعيد او ننشط عندهم لا ويبرزوا مواهبهم وشخصياتهم بالظبط كده وكمان ان انا انمي عندهم مهارات القرايه والكتابه والعد وكل ده كل لعبه ليها تنميه ليها مهاره احنا معانا صور في كل لعبه وفي تنميه مهارات خاصه بيها تمام في فيديو كده هيتعرض هيساعدنا تمام شوف الفيديو مثلا يعني انا لو عندي بنات بحب مثلا اخليهم يعملوا حاجه بايدي دي كده مثلا بنعلم اولادنا مهاره طيب يعني احنا ممكن نشرح احنا بقى خلاص صوره بس خلينا نعلق اول حاجه على الفيديو نعلق على الفيديو بعد كده نشرح بقى صوره طيب الفيديو دوت لو لاحظنا دي كرتونه والام جابت كوبايات ولزقت في الكرتونه وبنلفها والولاد بيلعب بيستمتع بس المتعه الاكبر نخليه يعملها بايده اي كرتونه عندي في البيت ممكن اعمل كده مش بس كده في كمان كرتونه واحط ايدي ادخل ايدي منها وادي له حاجه يمسكها ويقول لي ايه اللي هو ماسكه حلو يعني يستمتع احط مثلا حاجات ويقول له ارسم احط بايدك وش اعمل العين يحاول هو يحط العين ويحط هتجيب متعه وهتبقى لعبه فيها مرح يعني احط له فم وعينين وانف واقول له مثلا دخل ايدك من غير ما تشوف وحاول تحط مكان الانف ومكان العين هو بايده يعملها يعني دي مثلا عن الكرتونه شوفي كرتونه ممكن اعمل بيها العاب كتيره جدا ممكن اعمل بيها متاهه ممكن حاجات كتيره الجميل ان هو يعملها بايده ممكن نعلق على الصوره دي صورة انا لو جبت اي صوره عندي في البيت اي صوره الولد بيحبها وقسمتها بالطريقه اللي احنا شايفينها دي وعملتها بازل اي صوره اعملها بازل واقصها وهو يبتدي يجمع ونبتدي نعملها بقى تدريجية هو صغير اعمل مثلا 4 قطع اكبر شويه نبتدي نزود القطع بحيث ان احنا نصغر القطع بحيث ان هي طبعا في حاجات جاهزه كتير بس متعه ان هو يعني يحاول يعمل حاجه بايده انا عايزه اعلمه الابداع بنمي عنده مهارات
ان هو ممكن بعد كده اي حاجه يشوفها. يعني احنا الريسايكل ابن الناس بتتكلم عنه دلوقتي داير عليه وقايم عليه حاجات كتير جدا. اعاده استخدام الحاجه يعني حاجات كتيره بتترمي على فكره ممكن نستفيد منها. انا شفت كمان مكان بيدي كورسات زي كده اللي هو يخلي الطفل اصلا يرسم الرسمه, بس بيبقى عندهم موهبه الرسم, ينمي عنده موهبه الرسم, بعد كده بعد ما يرسم يبتدي ان هو يقطعها ويعملها بقى بازل ويوصلها تاني. لازم نبقى مكتشفين مواهب ولادنا. طب هناخد بقى من الحته دي وحضرتك تقولي لنا ازاي انا اعرف ابني او بنتي موهوبين في ايه او ايه الحاجه اللي شاطرين فيها. بصي انا لازم اتابع ابني في كل المواقف ولازم اعرف صفاته. يعني انا يعني ممكن الموضوع ده محتاج حلقه كامله لان صفات الاطفال كتيره جدا, ولكن متقسمين تقريبا في 7 نماذج, منهم مثلا الاسد الواثق, القطه المستكشفه. مثلا هنتكلم عن القطه المستكشفه. يعني ايه؟ يعني احنا شفنا الولد عمال بيكسر في العربيه بتاعته وعمال بيعمل وتزعقي له, طب ما تعرفي الاول اللي بيحب هو يفك كل حاجه يعني لعبته يفكها. طب ده اعمل معاه ايه؟ اروح بقى اقول له لا ده انت لازم تلعب كذا؟ لا هو مش دماغه بقى كده, انا لازم ادخله ناحيه ميوله. ابتدي بقى اوجهه ناحيه كورسات اللي هي بتاعت الروبوت, ادخله في الحاجات اللي هي علميه, الاستكشاف, الحاجات اللي فيها يعني ازاي يحلل حاجه, ازاي يركب حاجه. هو هيمشي في الموضوع ده, دماغه علميه. دماغه علميه وغيره وغيره بقى. يعني في الببغاء الموضوع يعني مترتب على ان انا الاول خالص افتش في ابني طبعا واعرف هو بيعمل ايه. وبرضو احاول ان انا دايما انمي يعني معلوماتي انا ان انا ازاي اكتشف مواهب ابني طبعًا. ان انا اقرا طبعًا. عنها اكتر واكتشف ده وكمان بوفر وقت. لان كتير من الامهات تودي ابنها الاول سباحه وبعدين توديه كره وبعدين توديه عادي لحد كل مسحول يعني وبعدين تقولك عشان اكتشف هو بيحب ايه. لا ما هو حضرتك ممكن تكتشفي من البدايه, انت مش محتاجه تعملي كل بس ساعات الطفل نفسه ما بيبقاش عارف. يعني ما هو الطفل مش هيعرف, لا هو مش ما بيبقاش حابب حاجه, حتى لما تساليه يقول لك مش عارف اي لا حاجه. لا ما هو انت مش هتسال برضه, هو الطفل اصلا الطفل مش هيقدر يعبر عن مواهبه الا اذا انا اكتشفتها. هو للاسف طبعا وقت حلقتنا خلص للاسف. يعني انا مستمتعه, انا اكتر وحد مستمتع لان احنا لسه ولادنا بيفتحوا عينيهم على الدنيا وعايزين نعرف كتير اسرار كتير عن ولادنا. ولينا ان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. ويعني بنشكر حضرتك جدا على نورتينا النهارده وافدتينا حقيقي. ربنا يخليكي. شكرا. واتمنى ان شاء الله يكون كل مشاهدينا الجمال يكونوا استمتعوا النهارده بالفقره بتاعتنا. والامهات تغير رايها عن الشد العصبي وان هم يصوتوا ويزعقوا ويصرخوا مع الولاد. يعني يمكن النهارده نكون غيرنا ولو بشيء بسيط خالص فكرتكم. نشوفكم ان شاء الله في لقاء اخر, بس نطلع فاصل ونرجع مع فقره تانية من ميديا زوم.